السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جي اس كات توجور مع اخبار شعبي القبائل. نحن مع الاخبار. قال لك انتهاء اجتماع قبل قليل بين موبيليس، وماذا حدث في هذا الاجتماع دوك نحكيوا عليه. لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق. قال لك انتهاء الاجتماع منذ قليل، شركه موبيليس اصبحت مالكه لاغلبيه اسهم شركه شبيبه القبائل ب 61% في انتظار الاعلان من طرف الشركه. يعني شركه موبيليس هي اللي دير اعلان تاعها، بعدها ربما اداره شبيبه القبائل راح ديرها في الصفحه الرسميه. هذا كله نقلا على الصفحه هذه، في انتظار ربما بعد قليل يتم الاعلان بصفه رسميه. وان شاء الله، لانه بعض لي كومونتير ربما كاين اللي مش مامن حتى وقال لك لازم تكون الصفحة الرسمية هي اللي تجيب لنا الخبر هذا، أو ربما شركة هي اللي تنتظر، في انتظار بيان رسمي من عندهم إن شاء الله يا رب العالمين. قال لك في الساعات القادمة إن شاء الله. أنا فقط برك السؤال المطروح، هل ياريشان يبقى على رأس إدارة شبيبة القبائل؟ لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق. وش رأيكم؟ نتمنى كل الخير لشبيبة القبائل. هذه الأخبار في انتظار الخبر الرسمي، إن شاء الله راح نكونوا به ونحلوا ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى انه الخبر كيجي يجي فيه المعلومات كلها ان شاء الله يا رب العالمين. فيف جي اس كا، سلام خاوتي.